فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسيت التشهد الأول في الصلاة ثم انتهيت منها ولم أسجد سجود السهو ناسيا أيضا ثم خرجت، هل تصح صلاتي أم أسجد في المكان الذي تذكرت فيه؟ إذا طال الفصل يسقط سجود السهو، إذا طال الفصل، أما إذا كان الفصل قريبا فتسجد سجدتي السهو لأن الفصل قريب بين السلام وبين تذكرك. نعم.